ممكن اطلع من الموضوع. اكو مثل فرنسي، هو مثل الفرنسيين امثالهم مثلهم، يقول لك الخيانه الزوجيه تبدا بقبله، ايه وخيانه الديمقراطيه والحياه الدستوريه تبدا بخطوه. عندنا ماده دستوريه لو لا؟ من الذي خان سيد برواري؟ نعم، من الذي خان بناء على هذا المثل الفرنسي؟ لا هذا شو اسمه تعبير يعني مجازي. مجازي، اي انه اذا قبلت هذه الخطوه الصغيرونه توصل لهناك. احنا اذا قبلنا هاي الماده ما عجبتنا لاي سبب، ما تم تطبيقها وسوينا تفاهم، ايش نحتاج للدستور؟ انا ضد هذا الشيء. وسبب عدم تطبيق الماده مو لانه هي خطا او لانها الحل اللي تطرحه هو مو عملي او هو لصالح جهه معينه. انا اعتقد الاخوه والاخوات اللي يتابعونا تعبوا 140، اسمح لي ربع دقيقه. الماده 140 تقول صار تغيير ديموغرافي، طرد كرد تركمان اشوريين من منطقه كركوك، يجب ايقاف صح. هذا التغيير الديموغرافي اولا، ثانيا بعد ان يتم ارجاع الناس كلهم الى مناطقهم يصير احصاء لهذه المناطق، مو بس كركوك، ها هالمناطق اللي مساحتها 40,000 كيلومتر من خانقين ومندلي تبدا الى حدود تركيا. بعد الاحصاء ليش؟ حتى نكون نتاكد من السجل الانتخابي. الخطوه الثالثه المهمه اللي ترد على كل التشويهات اللي لما تجيب ماده 140 كردي يريدون كركوك، لا الخطوه الثالثه تقول بعد التطبيع الناس رجعوا الى مكانهم، بعد ما عرفنا ايش قد عندنا سكان، يسال اهل هالمناطق هل يريدون يبقون في حدودهم الاداريه الحاليه ام ينضمون الى اقليم كردستان؟ ان شاء الله الكل يقولون ما نريد نروح للاقليم، ننهي الموضوع يا اخي. وليش يا سيد برواري لماذا اقحمنا انفسنا بالدستور بهكذا فقرات؟ انت قبل قليل كنت تشكل على كلمه المناطق المتنازع عليها، والمثل اللي حضرتك اضربته بالخيانه، الخيانه ابتدات في كتابه الدستور، لانه تعال حدود اداريه وتعال استفتي وتعال مناطق متنازع عليها، وهذه تحسب كرديه وهذه سنيه وهذه شيعيه داخل اطار الوطن الواحد. العراقي وين ما يفرش ينام، وين من حقه يتملك. من اين جاءتنا هذه الافكار وتكتب وبالتالي نتمسك بها على انها ماده دستوريه؟ ارجوك اني بهذه المنطقه احب تسمح لي اقول لك تفضل. كتابه الدستور لم تكن خيانه، وفي اي عصر وفي اي زمن اي دستور يكتب ليس خيانه، بل هو وضع اسس هذه الدوله. أخي الدستور كتب في زمن الاحتلال يا سيد برواري، أنت رجل أكاديمي وأنت تترك ما معنى الاحتلال. شوف أقول لك حبيبي، أقول لك شيء ممكن الأخ راشد شايفني ذاك الوقت ممكن كثير ما يعرفون، أنا جزء برغي صغير بالفريق اللي تفاوض حول قانون الإدارة المؤقتة وحول الدستور. هذا اللي شبعنا منه والإعلام يأخذه كحقيقة. يا أخي عراقيين كتبوا الدستور، الاحتلال والله ما كتبه. لا لا هذا الموضوع يكفي، روحوا اسألوا جعفري، اسألوا المشهداني، اسألوا أي واحد تريدون تسألوا، الأخت جابوك. إحنا العراقيين كنا نقعد ونكتب الدستور. هذا الدستور ما بيعيب، هذا الدستور المادة 140 ما جابوها المادة تعالج سياسة عنصرية، سياسة فاشية، سياسة نظام هدم العراق ووصل إلى هنا. يعني ليش إحنا المادة 140 كلش بسيطة يا أخي، تحل مشكلة كبيرة وتضع خط مسار طريق إداري سهل بسيط جدا دون أن تتحيز لأي جهة معينة ودون أن يكون بها ذكر لا للكرد ولا للتركمان ولا لغيره.